قصتك احنا بنشوفها في الافلام وفي السينما، ان حد يتبرع لحبيبته بفص كبد، مظبوط؟ فص كلى. كلى كامله. لكن احكي لي القصه حصلت ازاي في الواقع؟ يعني هي قصه بكلى كامله. اه يا فندم. هو اولا صباح الخير يا فندم واسره البرنامج كلها. اهلا وسهلا. اولا كانت المدام تعبت وجالها تليف كلوي 70% في كليتين. فطبعا هي لسه سنها صغير، عشان تغسل كلى بدات تنزل نفسيا وجسمانيا. فانت شايف قدامك بيتك بينهد لاولاد، حالتها النفسيه انعكست على البيت طبعا. اما يبقى لسه شابه وبتغسل كلى وبتقعد 4 ساعات على جهاز الكلى يوميا، محدش الراجل لا يطيق، فما بالك بالانثى لسه شابه. فطبعا تحدثت مع دكتور، يا دكتور ايه الحل؟ قال لي الحل زرع كلى. قلت له مفيش مشكله نزرع كلى. قال لي مين متبرع؟ قلت له انا. مفيش يعني ما كانش في لحظه التفكير، ما ترددتش نهائي. حتى اخوها كان معايا. كنتوا متجوزين بقى لكم قد ايه تقريبا يا استاذ عماد؟ كنا متجوزين بالظبط بقى لنا 9 سنين. تمام. اخوها تفاجئ. في اولاد؟ في اولاد معايا 3، محمد واحمد ومريم. ما شاء الله. فطبعا انا اول حاجه وقفتها قدامي صوره بيتي واولادي. احنا كرجاله، وبقولها في الملأ، احنا كرجاله احنا ما بنعرفش نربي الاولاد زي السيدات. احنا 3/4 وقتنا في ان احنا نشتغل. استاذ احمد هيرد على الكلام ده بس لما تخلص كلامك. فطبعا دكتور، حتى الدكتور نفسه تفاجأ، قال لي عماد، خدني على جنب، قال لي انا مش عايز اعمل العمليه. فقول له ليه يا دكتور؟ قال لي انت عمود البيت. قلت له طب ما هي بدونها البيت انهد. لدرجه ان من خوف الناس اللي حواليا عليا انا حسيت ان انا داخل اموت. لا بعد الشر عنك، بس انا عايز اعرف اسرتك قالوا لك ايه؟ يعني والدة حضرتك طبعا اخواتي الصبيان الشباب ما كانوش موافقين، كانوا زعلانين مني. اخواتي البنات لما جم معايا المستشفى عشان يشهدوا في النيابه، طبعا لان اجراءات عشان يبقى بعيد عن البيع، جم هم متاثرين جدا وما كانوش عايزين يجوا، بس كان لازم. بس كل اللي ما كانش موافق كان خوف عليا. وطبعا خوف عليك. فانا طبعا في نفس الوقت ما ينفعش اخاف، ما ينفعش ان انا اتردد، لانها اولا زوجتي، تاني حاجة بيتي شايفه هينهد قدامي، وطبعا إصلاح البيت أو تكوين البيت مش سهل عشان نقدر نعيده من تاني. طب هي كان رد فعلها إيه؟ يعني لما قلت لها أنا ناوي أتبرع لك بكليتي. طبعا رد الفعل ما كانتش مصدقة. حتى أنا جالي عقد عمل السعودية، تمام؟ في الفترة اللي أنا إعداد العملية. جالي لحد البيت العقد العمل ومرتب كويس. رفضته. ليه؟ هو قعد بيكلمني من السعوديه صديقي، قلت له انا مش هقدر، لازم اكمل العمليه. فكان ممكن ان انا اسافر سنه مثلا، وبعد كده في خلال الشغل اشتري كلى. تمام؟ بس ما ضمنتش خلال السنه دي. طب انا مسافر عشان الاولاد والبيت، طب ما ممكن في خلال السنه دي هي تروح مني، يبقى البيت راح. فما ينفعش ان انا اتراجع لحظه. خدت قرار وكملت. طبعا يعني ما ينفعش تراجع، لان انت غيرك، انت بتبني بيتك. بناء البيت مش كلمه حلوه، ولا ان انا مثلا بجيب حاجه في البيت او مصاريف، لا. البيت مواقف، بناء الحياه الزوجيه موقف صعب انت بتعيشه معاهم. ما فيش بيت ما بيخلاش من مشاكل، لكن المواقف الصح اللي بتبين حب الزوج وحب الزوجه، اللي بتبينك فعلا انت واقف جنبهم ولا لا. اولادك اما يكبروا ويعرفوا كده يتعلموا. في ناس فعلا بدات حسستني ان انا عملت حاجه خارقه عن الموضوع. لا يا جماعه، انا ربنا قال وعاملوهم بالمعروف، ده في موده ورحمه. انا عملت اللي ربنا قال لي عليه، ما استنيتش النتيجه منها هي، ما استنيتش النتيجه من اي حد. النتيجه الاساسيه من ربنا، اللي هو بيتي يبقى مستقر، بيتي سعيد. الحمد لله كل الناس بالامانه. اصل انا شايفه القصه مثاليه جدا ما شاء الله. الشيطان كده ما جاش قال لك قبليها ليله العمليه بلاش تراجع؟ ما كانش فيه بينك وبين نفسك كده اي تردد قبليها بقى، لما الوقت قرب، وقت الجد؟ وقت الجد. تمام. انا مش عايز اقول لحضرتك تقولي مثلا ايه ان انا بتكلم كلام اعلام وخلاص، لا، انا فعلا اقسم بالله ما فيش لحظه جات لي ان انا اتراجع.
اخر في بعض لحظات صعب جدا ان ربنا مكتبها على حد وقت اعداد العمليه وهي الاشعه الصبغه تخليك تتراجعي عن اي حاجه تمام جسمك كله بيتالم اما اعملها 3 مرات تمام وانا عارف ان ادخلها من اول مره عرفتها تاني مره عارف ان انا هخشها ونفس الالم ما تراجعتش لحظه ف زي ما قلت لحضرتك في موقف زي ده ما ينفعش اتراجع ما ينفعش اترك بيتي ينهار قدام عيني وانا كان امنيه حياتي وطبعا زي امنيه اي حد ان انا ابني بيت باسره باولاد مستقله بذاتي صحيح يعني حاجه كبيره